العقود الماضيه تشهد انتزاج الدم الواحد بين مصر وفلسطين الان استعادت هذا الوطن بالكثير وان شاء الله سيحرمه. اسمح لي ان اقدم التقدير لسيادتكم وان نعقد رابطه الحب واتفاق وعقود الحب فيما بيننا في استمرار الندوات واللقاءات الثقافيه بحكم تخصصنا في هذه النواحي لتغيير الفكر الفلسطيني والابداع الفلسطيني والكلمه الفلسطينيه. ويعني اقول وبصدق شديد نحن في اشد الحاجه الى التاكيد على روح المقاومه وروح استعاده هذا الوطن سواء بالكلمه فالكلمه سلاح والكلمه مقاومه والكلمه برقيه ما دام الانسان. ايها الحبيب الغالي، ايها الابن الذي شرف الاسكندريه وشرف صهار وشرف مصر وشرف الوطن العربي، لا اقول ذلك مجمله فاعلم ما في الكواليس ما لم يعلن وما لا تعرفه اصحاب يعني الاقلام المختلفه. ما تعرض له نجم هذا اللقاء من حروب واقاويل واشياء كثيره، ولكنني اشهد عن قرب بان هذا الرجل كان يمضي بخطى ثابته وثقه، وانه كان يصنع الخطه لم تصنعه. شرفت بانني كنت على قرب منه لفترات غير طويله، ولكنني تعلمت في هذا القرب كيف يكون الطموح المضفر بالعمل الجاد وبالصمت وعدم الالتفات الى ما لا يكفي. اسمحوا لي بهذه الكلمات بالفعل اقدم دكتور يوسف زيدان او المفكر يوسف زيدان او الرائي يوسف زيدان. دكتور يوسف زيدان، وكما سألتني فيه بعد قليل ما أعده الروائي الشربيني المهندس من تقديمات جميلة وسأتطرق إليها بعد قليل، ولكن دكتور يوسف زيدان من يحب أن يستفيد من دراسته الذاتية والعلمية والإبداعية. يوسف محمد أحمد طه زيدان مصري متخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه. له عديد من المؤلفات والابحاث العلميه في الفكر الاسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله اسهام ادبي يتمثل في اعمال روائيه منشوره، كما ان له مقالات دوريه وغير دوريه في عدد من الصحف المصريه والعربي، وان شاء الله في الاعلام الالكتروني يعني بحكم بقى وجود تصريح يعني يكرم النهارده الاتفاق الجميل ان شاء الله استثمار هذا المفكر الكبير بالاضافه الى وجوده العميق والعريض في كل المواقع الالكترونيه. عمل دكتور يوسف زيدان مستشارا لعدد من المنظمات مثل مكتبه الاسكندريه، وهنا نضع خط لانها ستكون فقره في ختام اللقاء في حوار مفتوح مع دكتور زيدان، وفيما يسمح لنا بالدخول اليه في نواحي او من خلال تساؤلات مختلفه. لكن بايقاع سريع حتى لا نمل ولا نخل يعني بشكل وسط. مولد ونشاه الدكتور زيدان، ولد لا اقول عام كذا بسم الله ما شاء الله في مدينه سوهاج 30 يونيو انا شايف العنصر النسائي هو المهتم قوي ويقول لي سنه كام؟ 30 يونيو 58 ما رضيتش اقول الدكتور يوسف زيدان يعني 30 يونيو بسم الله ما شاء الله 58 هذا المفكر العظيم وبسم الله ما شاء الله يعني نأمل أن يتجاوب الله عز وجل عليه بالمعاديد والمديد من الإبداع والفكر والسرد المبدع في الأيام والسنوات القادمة إن شاء الله.
ولد في مدينة صهاق بصعيد مصر، وانتقل إلى الإسكندرية مع جده وهو طفل صغير، ودرس في مدارس الإسكندرية، ثم التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وحصل على الليسانس عام 80، وتم تعيينه في جامعة الإسكندرية لفترة. السيرة الأكاديمية والبحث العلمي، حصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب في كلية، تخرج في كلية الآداب وحصل على ليسانس الفلسفة عام 80، ثم حصل على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية برسالات عن الفكر الصوفي عند عبد الكريم الشيخ. دراسة وتحقيق لقصيدة النادرات العينية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الطريقة القادرية فكرا ومنهجا المسروق. عام 89 حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، كان هذا في عام 99. الدكتور يوسف زيدان أخرج العديد من المؤلفات في مجالات متعددة يتصل معظمها بالتراث العربي، وتتوزع عمله على فروع التصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم العربية بخاصة، وبخاصة الطب والنقد الأدبي وفهرسة المخطوطات العربية. هذا الرجل والإنجاز اللي قرأنا في مقالاته في مصر اليوم، حجم المئات والألوف من المخطوطات التي حققت وأعيدت وبشرت عنها بفعل وجود دكتور سيدان كرئيس لقسم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية، والجهد الطويل الذي أثمر سواء في مؤتمرات أو مخطوطات مجهولة أفاد منها العالم وليس قسم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية فحسب. من مؤلفات دكتور يوسف زيدان في التصوف شعراء الصوفية المغولون، وانا اذكر انه صدر للدكتور يوسف فيدباك معرفتي انا كقارئ لحضرته، صدر كتاب ضمن سلسله كتب اخبار اليوم، وكان عن شعراء الصوفية المغولون، وفوجئت بان الاستاذ جمال البريطاني يكتب ويتحمس في مقالات عدة، كان وقتها كاتب معروف الأستاذ جمال البريطاني، وأشار إلى ميلاد أو ظهور نجم في الكتابة ومفكر يجب أن نتفق إليه ونقف أمام إبداعه وننبأ بما تحقق وسيتحقق إن شاء الله، لأننا أمام مفكر وكاتب مهم جدا، سنقف أمامه الناقد والأقلام وسنقف أمامه الظهور بالتعيين وسيختلف معاه ويتفق معاه. لهذا بالفعل حدث. وقال هذا البريطاني شيء مهم جدا، انه لم يدخل ليتخذ في مجلس اداره التحكم بتاع مصر الا من اجل الدكتور يوسف زيدان، اي انه لم يدخل الى مجلس الانتخاب في التحكم بتاع مصر الا من اجل وجود الدكتور يوسف زيدان ضمن صفوه رشحت من اجل نيل هذا المكان. خبره جميله جدا ولازلت استعيدها، وبالفعل عندما اقف امامها اجد ان جمال البطوله كان حقا بحكم الرؤيه المستقبليه لهذا الاسم وهذا العالم. الطريق الصوفي وفروع القادريه في مصر، المقدمه في التصوف، ديوان عبد القادر الجيلاني، ديوان عفيف الدين التلمساني، يعني الحقيقه ان السيره رائعه ومتعدده، يكفي لها قسم خاص للندوة ثم نلحق بها التعقيد، ولكن لا أطيل نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية، فهراسة مخطوطات مكتبة رفاعة رافع الطنطاوي جزء أول وثاني وثالث، مخطوطات أبي العباس المصري، والمجهود الكبير لدى الدكتور سيزيدان في هذا القسم قبل ما افتتح مكتبة الإسكندرية، ثم جهوده الطويلة في مكتبة الإسكندرية فهرسة مخطوطات مع الدين سموحة. حقيقة أن يعني امتداد سواء داخليا أو خارجيا لإخراج وجود هذا الرجل تستحق منا الشهادة والتحية له، وبالفعل على ما قدم. الدكتور زيدان حصل على جائزة بوكر عن رواياته على ذيك
الجائزة جائزة أدبية أعلى جائزة في الشرق الأوسط وأفضل رواية عربية وأما من رواية يمكن في العقود الأخيرة أثرت مثل هذه التوقعة مثل هذه وعدد الطبعات التي صدرت عن هذه أعتقد أنها تجاوزت 40 طبعة أو ما يزيد يعني يعني حتى مكتوب لي حتى في التعريف الطبعة الطبعات المتتالية أنا بقول أتعدد 40 طبعة ده غير الناشر استطاع أن يحفظ لنفسه ده كما يحفظ نوم يعني طبعتين ثلاثة ما صدقش أعرف شيء الرواية ظل أفعجبت الرواية الأولى للدكتور يوسف زيدان وهي محل المناقشة الأولى للروايات دكتور يوسف زيدان الظل أفعى اليوم عددين يعني عددين هي الأشهر ولكنها بلد الظل النمطي الرواية الرائعة التي أعتقد أنها مليان قريبة ستفجر ما هجومة هذه الرواية مرة أخرى رغم أنها أقرأ في الشروق بأنها من أكثر المبيعات لأن تأتي على ذي العائلة الأضواء مرة أخرى لتحقيق أكثر المبيعات في الكتب الصادرة عن الشروق دار الشروق والداوود العربي ومحال أخيرا صدرت رواية محال وحققت المبيعات قريبة ولكن أعتقد أن أيضا الشهور القادمة والأشهر القادمة ستحقق الكشف عن هذه الأعمال وهي المهمة التي تحمل في طياتها فكرا لمفكر هو لا يكتب سبكا ولكنه يكتب فكرا محمد داخل شكوش محمد داخل سرد ومحمد داخل تواريخ وعباءة الشكل الروائي وأعتقد أن الكتابة الروائية لدكتور يوسف زيدان أصبحت عالم يوسف زيدان الروائي يعني هو يكمل فكره من خلال كتاباته سواء في المقال سواء في الكتب سواء في الرواية هي تعدد مختلف ولكن هو استسلام واستكمال لفكر واحد حتى نبدأ في مناقشة الظل والتعريف بالنقيضة الفلسطينية الغالية التي استطاعت أن يعني بالفعل أن تمتلك من قلوبنا الاحترام قبل المحبة الطيبة هو لمياء شكري ونعرف بها بعد قليل وبعد أن نشاهد ما ستقدمه المستشفى المهندس من تعريف والتعلم أعين والعيون لكي يرى الدكتور يوسف زيدان فرد المحل.